بعد السدود اللي كانت تمول الجزائر العاصمة من الجهة الشرقية يعني تاكسبت كوديتا سردون انديريكتومون وقدرها راح نوجهها لولاية تيزي وزو ولاية بومرداس ولاية مسيلة البويرة مدية والسدود اللي كانت تمول الجزائر في المنطقة الغربية يعني بورومي ودويرة دويرة راح يمشي للزراعة وبورومي راح يمشي إلى ولاية تيبازا ممكن يمشي حتى ولاية عين دفلة. إذن هذه هي النظرة الأولية وكاين استراتيجية على المدى إن شاء الله المتوسط اللي راح نخلق محطات تصفية البحر على 14 ولاية اللي موجودة على لابوند كوتير وين 95 من الكثافة السكانية راهي موجودة يعني على سولي 14 ولايات كي سون سيتيوي سو لابوند كوتير وممكن ندخلوا حتى 150 كيلومتر باش اون فاتوش إن شاء الله ميم لي بلاطو.